الان ايها الساده والسيده لبيناتي لضربه الجزاء. حارس المرمى هو عبرو يشد الضربه الاولى اللي كان شوتها عبد القادر حارس المرمى تاع وداد الدار البيضاء، وهكذا عبرو يمنع الضربه الاولى، ضربه الجزاء الاولى. هذه وحده، مازالوا اربعه، يعني كل فريق عنده خمس ضربات جزاء. الاولى نفذها حارس المرمى تاع وداد عبد القادر، الثانيه ما تتسجلش، اللي رماها باكيلي رماها لبرا، هذو زوج اللي ما تسجلوش. هذو زوج بيناتي اللي ما تسجلوش. الان جاء دور رقم خمسه اللي هو عبد العزيز. رقم خمسة عبد العزيز، هذه الثالثة. الثالثة ما تتسجلش، الثالثة ما تتسجلش، ونظن باللي الامل نتاع وداد الدار البيضاء خلاص. ثلاث ضربة جزاء ما تتنفذش، الان ما بقاش الامل بالنسبة لوداد الدار البيضاء. اذا كان قدروا افراد الشباب الرياضي بيكون يسجلوا ثلاثة خلاص، ما لا مازال اثنين اخرين الوداد الدار البيضاء، ونظن الرابعة راح يزيد ينفذها عبد العزيز رقم خمسة. نظن باللي الحاكم يقول باللي تتعاود الضربة هذه، إذا مازالوا اثنين اللي ما تنفذوش، وهذه الثالثة الآن. ما تنفذتش، حارس المرمى عبرو خرجها، إذا الثالثة ما تنفذتش. الثالثة ما تنفذتش، كما قلنا الأمل راه ضعيف الآن لوداد الدار البيضاء. عبرو يعطيه الصحة، زوج منهم وواحدة كانت لبرا، ثلاثة. الآن الرابعة راح ينفذها رقم 11 زاهد. الرابعة هذه زاهد. ما تسجلش الهدف، أربعة خلاص. الخامسة إذا بقات لهم واحدة، ما انتهى، أربعة ما نفذوهمش، الأمل انتهى بصفة نهائية. الرابعة هذه كانت مليحة، ضربت في الخشبة ولكن ما تنفذتش، ما دخلتش الفيلي. بقات الأخرى الآن، الأخرى راح ينفذها زغراري رقم ستة، ونظن حتى هذه ربما ما تنفذش، شكون يعرف؟ هذه تنفذت، ما لا كانوا عندهم خمسة نفذوا واحدة، وربعة لا. الآن دور الشباب الرياضي اللي بالكور. خمسة كما قلنا نتاع وداد الدار البيضاء، تنفذت واحدة منهم، وربعة الباقيين اثنين حكمهم عبروق واثنين كانوا لبرا. عاشر هو اللي باش راح يبدا، عاشر هو اللي راح ينفذ الأولى.